السلام عليكم اخواني، اليوم جايبين اخوي علاوي عشان راضيه، لان البارحه عشان شالين شعره هو للحين زعلان، مره زعلان، اول مره علاوي اخوي يزعل. والله علاوي راضيك عشان البارحه يوم شلينا شعرك يا علاوي. والله انا اسف والله يا اخي. شوف لا تاسف يا ابو شلب، انا بقول لكم الصراحه، انا امس بغيت اقول لكم اني انا متغير يا اخي. ابو شلب متى بقعد بدون شعر؟ والله هالحركه ما حلوه يعني. دي متى احنا بنضل اوكي انت تقول لي كذا، احنا تتاسفوا عشان شو؟ عشان بس دي الحركه. انت احنا اخوان وربع، ما لازم تتاسف يعني. انت ما زعلان؟ ما صار. انا شليت بخاطري اول شيء، انا بقول لك صراحه شليت بخاطري، بس بعدين خلاص يعني. احنا متى انا بتمل لهالموال والله يعني. انت ما زعلان ابو شنب؟ لا تم تبوس راسي وما ادري شو. والله عشان ما تزعل. زين ما زعلان خلاص. الحين انت شو اللي تبون مني؟ نحن جايبين لك هديه بسيطه عشان نراضي. بس هديه بسيطه. والله من خاطر. لا تحرجوني. والله بنعمي بالهديه. والله احنا اخوان. والله امك تستاهل. والله دافع عيونك. حط الهديه. الحين مو بيفتح الهديه؟ خلاص بتاع عيونك علاوي. شو رايك؟ لا مش انا. لا والله عشان تعرف ان احنا ربع نسيب الرد يعني. ما تبي الهديه تشيلها؟ يعني انت والله شو يطلع من عندك؟ طابوك نفس راسك. قسم بالله شو قسم بالله جايبيني هنا عشان هدية هاي؟ لا هاي لا عطابوك عاصف طابوك عطابوك. قسم بالله انكم ما رياي خلاص. شو يبيني هاي الهدية؟ شو تستقبل علي؟ شو الهدية طابوك كلها تستقبل علي؟ والله العظيم انت شو يطلع من عندكم؟ شو يطلع من عندكم؟